عودي معكم للمتابعة كل يوم أربعة مثل هالوقت تلتقوا مع غيدة بفقرة سينما، واليوم ضيوفنا طبعا عزيزين على قلبنا بشارة الغاوي مسؤول تواصل وتنمية الموارد بمنتر أريبيا، وألين مسلم مساعدة التواصل وتنمية الموارد أيضا بمنتر أريبيا. رح نحكي عن مسابقة منتر أريبيا للأفلام التوعوية القصيرة مع غيدة سينما. صباح الخير. صباح الخير جوزيف، وصباح الخير لكل المشاهدين. اليوم بدي صبح بالخير بشارة، اكيد اهلا فيكم كمان، يعطيكم الف عافيه على جهودكم الدائمه والمتواصله. ميرسي جوزيف، كلك ذوق. اليوم انا سعيده يكون معي بشارة وألين كمان، لانه اليوم رح نحكي عن عمل منتور أريبيا بس من جانب اخر، وهذا الشيء اليوم فرحني وحبيت يكونوا معي بحلقه سينما، لانه في مواضيع عديده حابين نطرحها وحابين نحكي قديش فعلا السينما هي مرآه للموضوع اللي عم يعيشه كل شخص بحياتنا، وخاصه الاشخاص اللي عندهم احتياجات كثيره وعندهم مشاكل كثيره عم بتصير ببلادهم العربيه، لانه منتور أريبيا بيغطي مساحه العالم العربي. بشاره انا بعد شوي رح انتقل لعندك لحتى نحكي ونعرف اكثر عن موضوع المسابقه انا وياك، لانه هذا اختصاصنا اليوم، انما بدي احكي مع ألين بالبدايه لحتى نعرف عن عمل منتور أريبيا بالاجمال لحتى يعرفوا الطلاب اللي عم يتابعونا كيف يوني يشاركوا بهالمسابقة. أول شيء صباح الخير غيدة، صباح الخير جوزيف، وللمشاهدين شكرا لاستضافتكم لنا وللدعم الكامل اللي موجود دائما معك ست غيدة وجوزيف كمان. أهلا وسهلا. بدي أحكي عن مؤسسة منتور أريبيا. هي مؤسسة إقليمية غير حكومية تأسست صار لها تقريبا 10 سنين، بنشتغل بلبنان، مكاتبنا بلبنان، ونشتغل 22 دولة عربية. اللي تأسسها هو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وتأسست كمان جاية من السويد، مؤسستها الملكة سيلفيا كوين سيلفيا تبع السويد. فمنشتغل على لتمكين الأطفال والشباب لوقايتهم من المخدرات وكمان لتمكينهم من السلوكيات الخطيرة، وهذا الشيء اساسي جدا وعم نشوفه وعم نشهده للاسف عم يتفاقم، يعني قديش عم بيصير في حديث للتوعيه انما بعد المشاكل موجوده. ونحن كمان كنا اجتمعنا قبل بمره وقتها وكان عندنا لقاء بدور الاعلام كمان قديش ممكن يخفف من امور المتعلقه بالتدخين والمخدرات لما هو بيكون عم يمتنع عنا على الشاشات، وهذا الشيء اكيد بيسهل هذا الشيء، وهذا شفناه اصلا بالسنوات الاخيره انه صاروا يخففوا من السيجاره اللي بتكون موجوده والمخدرات اللي اوقات تستعمل لضرورات فعلا للفيلم انما اوقات بتكون مش ضروريه بالخالص. تعالي. اكيد. بشاره اليوم رح نحكي عن المسابقه، مسابقه منتور أريبيا للافلام القصيره التوعويه، هذا الشيء كثير مهم خاصه لما عم نتناول موضوع بهم الطلاب اللي هن فعلا نويت لمستقبل سينمائي افضل، يعني اذا فينا نقول، قديش هذا الشيء عم تشتغلوا عليه وقديش فعلا بتضم هاللجنه التحكيم اشخاص من مختلف انحاء العالم العربي؟ مزبوط. هلا اول شيء اسمحي لي وجه تحيه شكر لكل اعضاء لجنه التحكيم، وحضرتي كمان عضو باللجنه، مشكوره على هذا الشيء، واللي هي بتضم اعضاء من مختلف الدول العربيه من سينمائيين واكاديميين وحتى اخصائيين بالصحه الاجتماعيه، لانه الموضوع مثل ما ذكرتي هو موضوع الوقاية. هلا نحن بمؤسسة منتر العربية دائما في عنا مبادرات مثل المبادرة اللي حكينا فيها سنة الماضية واللي كانت عن دور الإعلام، المبادرات دائما مستمرة. حاليا ارتقينا انه لازم الطلاب والشباب اللي نحن بنتوجه لهم يكونوا هن مشتركين معنا بتطوير هودي الحملات التوعوية. صحيح. يعني بدل ما انا او ألين او حتى نحن بالمؤسسة او كل الأصدقاء اللي بنشتغل معهم نطور الأفكار، بهمنا انه الأفكار تطلع من عند الطلاب انفسهم، واللي هن مثل ما قلت ممكن يكونوا اكيد طلاب فنون سمعيه بصريه او طلاب سينما، بس كمان فيهم يكونوا هواة، يعني مثل ما بنعرف هلا الفيديو صارت اسهل طريقه انك تقدر توصلي فيها الفكره. صحيح. كل شخص صار فيكون مصور وكل شخص بيكون سينمائي اذا فينا نقول 100%. وحتى حابين هلا نقول انه هاي المبادره هي بدورتها الاولى ورح يكون رح تكون مبادره سنويه، وبندعم من خلالكم كل الاشخاص يشتركوا معنا. العمر هو بين 18 و25، يعني هذا العمر اللي نحن محددينه، لانه مثل ما بتعرفي كل
مبادرة إلى فئة عمرية معينة لازم نتوجه لها، لأنه ما فينا نشتغل بنفس الطريقة مع كل الفئات العمرية. صحيح. من عمر كتير صغير منبلش، من عمر 3 سنين، وهذه المبادرة تحديدا للفئة الشبابية بين 18 و25، واللي حابب يشترك في يطلع على شروط المسابقة عبر الويب سايت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة. أنا اليوم حبيت تكونوا معي بحلقة سينما مش بس بموضوع اجتماعي. مزبوط. لأنه اليوم عم نتوجه نحن فعلا لكل الأشخاص المعنيين بالحق السينمائي، بالحقل الأكاديمي، وبالجامعات اللي مختصة بالأمور البصرية والسمعية. لهالسبب اليوم خلينا نعرف المشاهدين ونعرف الطلاب أكثر، أو حيالله شخص مثل ما قال حامل كاميرا وحابب يوصل رسالة بيشوفها قدامه بالشارع، بالطريق، بمجتمع عايش فيه. شو هن فعلا المواضيع اللي أنتم حابين تنطرح بهيك أفلام راح تتصور وراح تكون ضمن إطار المسابقة؟ اوكي، هي المسابقة أول شيء بدي أذكر كمان أنه المسابقة برعاية وزارة الثقافة، ونتشكر معالي الوزير دكتور غطاس خوري. نعم. هي المسابقة للأفلام القصيرة للسلوكيات الخطرة مثل المخدرات، التوعية من المخدرات، كل شيء سلوك خطر يعني ممكن يخطر على بال شخص، وممكن انه في اشخاص ما تعتبر انه هذا سلوك خطر، مثلا مثل السرعه بالسياره كمان بتودي لانه لحياه الاشخاص. صحيح. هذا يعتبر سلوك خطر. كل شيء انه اكسسيف مثلا باستعمال الكحول، تعنيف المراه، تعنيف الاولاد، كل شيء انه متعلق بسلوك خطر بيؤدي لحياه الاشخاص، بعرضهم للخطر. هذا هو الهدف المسابقه. يعني هيدا هون فينا نقول انه التعرض للحياة الأسرية. نعم. بكل مخاطرة، يعني حيال شيء ممكن يهدد حياة أسرة بحد ذاتها، ان كان عنف، ان كان مخاطر سيئة مثل المخدرات والدخان والكحول، وكل شيء بيزيد عن حده بيصير في مشكلة كبيرة. اذا فينا نقول عفوا غيدة، بس انا بحب اعرفه في تواصل مباشر مع المشكلة، ولا بتكون التوعية عامة يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الراديو الإذاعات، أو عبر التلفزيون، ولا في احتكاك مباشر عم بيكون مع صاحب الفيلم؟ هلا نحن عم نتعاون مع الجامعات، بالمناطق العربية واللبنانية، في أكثر من 15 جامعة. هي المسابقة منا بين الجامعات، هي بين الطلاب، بس الجامعة رح تكون هي صلة الوصل بيننا وبين الطلاب. رح يكون في زيارات على الجامعات. نعم. كرمال ينشرح أكثر عن أهمية هيدي الجائزة، هيدي المسابقة، وأهمية تصوير هودي الأفلام. وبهمني هون قول جوزيف إنه الأفلام نحن المدة تبعها تركناها بين دقيقة وعشر دقايق. وحتى نوع الأفلام في يكون دراما، في يكون تسجيلي، في يكون انيميشن، يعني ممكن يكون صور متحركه، في يكون حتى دعائي. هي. يعني مش محددين بنوع. نعم. معين. انت عم تحكي عن هذا الحدث، بس انا عم بدي اوضح شغله، انه هي انه في علاقه مباشره اذا وقعت المشكله، يعني اذا حدا عنده مشكله المخدرات في يزوركم، ولا انتم بس بدوركم هو التوعيه قبل وقوع المشكله؟ نحن دورنا قبل وقوع المشكلة. نعم. بس أكيد إذا في حدا يعني عينا وقع بالمشكلة واتصل فينا، نحن مندله على اختصاصيين بهيدا المجال. نعم. نعم، هيدي هي النقطة. اكيد. وهون الشغله انا بدي ارجع كمان علق عليها، انه هون حيلا شخص بيحس حاله معني، لانه مثل ما قلنا ممكن يشهد قدامه بعائلته او بمجتمعه هيك امر. وهون كمان التنسيق مع الجامعات، يعني الجامعات بالنهايه هن بدهم يعملوا اول سكرينينج، يعني بدهم ينقوا الفيلم اللي بيحسوه ممكن يشارك بالمسابقه، ومش بس فيلم واحد انما اكثر من فيلم، ليوصلوا ل اول سكرينينج ضمن اطار لجنه التحكيم لحتى يقدروا يحكموا عليه ويحسوا انه فعلا هذا الفيلم ممكن يوصل هالرساله. كيف رح يصير التنسيق يعني مع الجامعات؟ كم فيلم رح تختاروا من الجامعات؟ كيف رح يصير بالاول اول اذا فينا نقول فلتراج للافلام قبل ما يوصلوا لجنه التحكيم بشكل نهائي؟ هلا الاشخاص فيهم يبلشوا يقدموا طلبات من اليوم، من اليوم بيقدروا يبلشوا يقدموا طلبات للاشتراك بالمسابقه. اللينك للطلب موجود على الويب سايت وموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. من هلا لشهر اب فيهم المهتمين يقدروا يطوروا هيدي الافلام، يصوروها اكيد بالتعاون مع الجامعات. يعني فيها تكون مبادره فرديه من طالب، وفيها تكون الجامعه هي مشجعته للطالب انه يشارك فيها. من هلا لشهر اخر اب تقريبا، بعدين نحن رح ينعمل مثل بري سيلكشن، تنشاف الافلام
وعلى اساسها رح يتنقى تقريبا 50 فيلم يتوزعوا على لجنه التحكيم اللي هي مؤلفه مثل ما ذكرنا من 15 عضو، وكل في معايير لينحطوا على المنتج. شوي من لجنه التحكيم كمان اكيد هلا بدك نتذكرهم كلهم بس على السريع اكيد حضرتك في عنا نالي كريم من مصر، قيس الشيخ نجيب من سوريا، عهد كامل من السعوديه، شاكر خزعل من فلسطين، سام لحود من لبنان، ريوى الاطرش من لبنان، مين كمان؟ الزميله الزميله ريوى الاطرش، في صوفي بطرس كمان، في مريان خوري من مصر. أمين درة كمان، أمين درة مخرج اللبناني مزبوط. كمان وزارة السياحة في ممثل لإلها هو السيد إبراهيم سماحة، كمان هو مسؤول عن مهرجان كابريولي اللي عملوه وهو مستشار وزير الثقافة هلا مزبوط. يعني نحن جربنا إنه اللجنة تكون متنوعة، يعني فيها أكاديميين، فيها إعلاميين، فيها اختصاصيين بالصحة، وفيها كمان ممثلين ومخرجين، يعني نقدر نكون عم نغطي كل المجالات. يعني أنت لما بدك تحط تقييم للفيلم بدك تاخذ التقييم من عده وجهات نظر، ومعايير التقييم هن اربعه. اول وحده هي الابداع، يعني قديش فيه ابداع. ثاني معيار هو الفكره، قديش الفكره قدرت توصل الهدف من المسابقه. ثالث معيار هو التقنيات المستعمله، يعني الكادر، التصوير، الصوت، الاضاءه. واخر معيار هو الشعور العام، يعني قديش حسيت تركوا يطبع، يعني قديش ترك امباكت، انطباع عام عند المتلقي. والجوائز شو راح تكون بالاخر؟ هون هيدي كثير مهمه، هيدي اساسيه، هيدي اساسيه تنشر لانه في حافز بده يعمل لهم. ايه اكيد، والحافز هو مادي ومعنوي بنفس الوقت، لانه تنبلش بالحافز المعنوي راح تنعرض الافلام بمهرجانات محليه ومهرجانات عربيه. صح. وصار في تواصل مع مهرجان بيروت السينمائي الدولي، وكمان اهتموا بالفكره، وكمان مع مهرجانات عربيه. اما الجوائز الماديه في عندنا خمس مراتب، المرتبه الاولى 5000 دولار، والمرتبة الأخيرة الخامسة خلينا نقول 500 دولار، يعني بننزل 5000 3000 1005. فهيدا الطالب يحس إنه صار في عنده مثل سيد ماني، يقدر كمان إذا حابب ينتج فيلم ثاني يقدر كمان بس أول إنتاج حسابه هي البرودكشن. ايه البرودكشن رح تكون بالتعاون مع الجامعات، لانه حتى في بعض الجامعات مثل المخرج كمان شريف عبد النور، اللي كثير عم بيساعدنا بهذا الاطار. عمل طلب من تلاميذه انه يكون مشروع التخرج تبعهم، سو بيكونوا عم يعملوا مشروع تخرج وبنفس الوقت عم بيشاركوا بالمسابقه. فكمان هيدا يعني هيدا اكيد ما بيكلفهم شيء ساعتها، لانه اوريدي بدهم يعملوا للتخرج. هيدا هو هيدا الشيء كمان كثير مهم كمان، لانه نوع الفيلم متنوع، من شو كل واحد شو قادر ينتج، يعني اذا بيقدر يعمل انيميشن على كمبيوتر، او يعمل فيلم درامي 10 دقائق، او يعمل فيلم دعائي بدقيقه ونص مثلا. فمشان هيك حسب كل واحد هو فكرته وحسب شو بيقدر توصل. متعول في اربع نقاط اساسيه. اكيد انا بدي اقول لكم انه خلص وقتنا. غيدا ثانك يو، اهلا وسهلا. بدي اشكرك زوفي، اهلا وسهلا فيكم. الين اهلا وسهلا فيكي كمان بشاره، يعطيكم الف عافيه. سلمونا على كل منتر ارابيا، بالتوفيق لكل نشاطاتكم. بريك جدا قصير وبعدها بعود معكم للمتابعه، خليكم معنا.